عليكم أصدقائي. اليوم لدينا درس قياس السعات الصفحة 111. إذن فيما يخص الأهداف التعليمية، يجري تحويلات على اللتر وأجزائه ومضاعفاته، يقارن ويرتب ويؤطر قياسات سعة معبر عنها بوحدات مختلفة. إذن سنشتغل على نبحث جميعا. إذن لدينا تم توزيع حمولة شاحنة صهريج تبلغ 420 هكتوليتر على 3 محطات بنزين. إذا أفرغ في المحطة الأولى 120 هكتوليتر وفي الثانية 1950 ديكاليتر، فهل يكفي ما بقي من بنزين في شاحنة الصهريج لتلبية طلب المحطة الثالثة البالغ 10700 لتر؟ إذن لا رد تبال هنا عندنا واحد لاكونسين. شنو كتقول لنا؟ للإجابة على السؤال ينبغي تحويل كل السعات إلى نفس الوحدة ثم إنجاز العملية أو العمليات اللازمة. إذن تشوفوا معي، أولا عندنا الشاحنة هذه السعة ديالها هي 420 هكتوليتر، اتفقنا؟ وعندنا ثلاثة المحطات، عندنا المحطة الأولى، المحطة الثانية، ثم المحطة الثالثة. في كل محطة من هذه المحطات غنحطو فيها واحد الكمية. المحطة الأولى عندنا فيها 120 هكتوليتر، المحطة الثانية 1950 ديكاليتر، وداكشي اللي بقى يعني عندنا في الأخير 10700 لتر. إذن داكشي اللي غيبقى ليا من هنا غنشوف واش غيقدني باش نخوي في هاد المحطة هادي، يعني واش غادي يكون ساتيسفي باش أني نحقق هاد 10700 لتر. شنو العملية اللي خصنا نديرو؟ هادشي اللي غادي نحددو دابا. دابا مشيت أنا لهاد المحطة الأولى، إلا حطيت 120 هكتوليتر خصني نعرف شحال بقى عندي من هاد 420 هكتوليتر. إذن أول حاجة كيف ما قالوا لنا في هاد لاكونسين هادي، خصنا نحولو كل شيء لنفس الوحدة. إذن عندنا طابلو، إذن عندي الهكتوليتر ثم الديكاليتر ثم اللتر ديسيلتر سنتيلتر اي مليلتر. مزيان رسمو الطابلو كامل على هاد الشكل. إذن أنا ناخذ نخلي بالهكتوليتر احسن، حيت عندي جوج وحدات مقادين، ديال عندي 420 هكتوليتر وعندي 120 هكتوليتر، ثم عندي 1950 ديكاليتر، خصني نشوف شحال فيها من هكتوليتر. تنشوفوا معايا، غنجي رقم الوحدات اللي هو صفر غنحطو في هذه الخانه ديال الديكاليتر، 0 5 9 1. الا بغيت نحول الديكاليتر يكفي نحط الفاصله هنا ولا نمسح هذا الصفر بحيث يبقى عندي رقم الوحدات في هذه الخانه هذه. اذا كتساوي لي 195 هكتوليتر. الاخيره 10700 لتر، نشوف شحال فيها من هكتوليتر. اذا 10700 قلنا هذه هي. اذا عندي هنا في اللتر بغيت نحول الهكتوليتر غنحيد جوج الاصفار تبقى عندي 107، اذا 107 هكتوليتر. مزيان، دابا بغينا نعرفو شحال غيبقى عندنا من بعد ما ندوزو من هاد المحطة الأولى، اتفقنا؟ إذا أشنو غادي ندير؟ غادي نحسب الكمية المتبقية بعد المحطة الأولى. إذا أشنو غادي ندير؟ غندير 420. إذا هادشي إلا بغيت نمشي بالمراحل بلي زيطاب دقة دقة، ولا ما بغيتش خصني نجمع هادو ونطرحهم من هادي ونشوف شنو عندي. إذا 420 هكتوليتر غنقصها من 120 هكتوليتر. نردو معايا البال، صفر ناقص صفر تبقى عندي صفر، لأن الوحدة. اثنان ناقص اثنان صفر، أربعة ناقص واحد تبقى عندي ثلاثة. إذا من بعد المحطة الأولى بقات عندي 300 هكتوليتر، هذه في المحطة الأولى من بعد ما خويت في المحطة الأولى. دابا وانا غادي للمحطة الثانية شحال عندي في السيتيرنا؟ عندي 300 هكتوليتر. اذا غناخد ديك 300 هكتوليتر اللي بقات عندي انقص منها شحال؟ 195. يعني كيف ما شفتو في التحويلات هنا عندي 195، يعني هي اللي غادي ننقص من 300. يعني ندير معكم العملية هنا باش يعني تركزوا معايا، يعني 300 ناقص 195.
صفر ناقص خمسة لا يمكن، نستلف ونرد السلف. عشرة ناقص خمسة تساوي خمسة. صفر ناقص عشرة لا يمكن، نستلف ونرد السلف. إذن عشرة ناقص عشرة صفر. ثلاثة ناقص واحد أو إتران عذرا تساوي واحد. إذن ثلاثة ناقص اثنان واحد. شحال غيبقى عندي من بعد المحطة الثانية؟ تبقى عندي مية وخمسة هكتوليتر. مزيان. دابا أنا غادي للمحطة الثالثة، شحال خصني نخوي فيها؟ خصني نخوي مية وسبعة هكتوليتر. إذن هذا فيما يخص المحطة الثانية. المحطة الثالثة خصني نخوي فيها مية وسبعة. أنا شحال عندي هنا؟ مية وخمسة. إذن واش غادي يكفيني هاد الشيء؟ ما غاديش يكفي. إذن شنو نكتب؟ لا يكفي، لا يكفي ما بقي من بنزين في الشاحنة، في الشاحنة السهريج لتلبية طلب المحطة الثالثة. ونعطي التعليل، لأن مئة وسبعة هكتوليتر. إذن مع العلم أننا نحن حولنا من اللتر للهكتوليتر، إذن حولنا، شفتوا التحويل كيفاش درنا عليه. إذن هذه مالها أكبر من مئة وخمسة هكتوليتر، أكبر من الكمية اللي بقت عندي. إذن الآن سنمر للتمرين الأول. إذن ولون السعة المناسبة لكل إناء. إذا نشوفوا معي هنا، إذن هنا عندي عشرة لتر، عشرة ديال السلتر، ثم عشرة سنتيلتر. إذا شفنا في هذا غير من خلال العلم مجردة، فما يمكنش ليا نقول راه هذا غادي تكون السعة ديالو عشرة سنتيلتر أو لا عشرة ديال السلتر. فنورمالمون غنمشي نيشان لعشرة لتر، عشرة لتر. فما يخص الإناء الثاني، عندي واحد لتر وعندي واحد ديسلتر وعندي واحد سنتيلتر. اذا سنتيلتر غتكون ملغيه، اذا غتكون باقي عندنا السعه ديالو ما بين اتر وما بين واحد ديسلتر. وفي الغالب الاحيان هذا كيكون اتر، كيكون واحد لتر. فيما يخص الاناء الموالي، اذا عندي 15 هكتوليتر ثم 15 سنتيلتر ثم 15 لتر. ما يخص 15 هكتوليتر، هذا كبيرة بزاف، بحال الا قلتي ما يعادل 100 لتر، 100 لتر. هذا ماكش يهز ليها 100 لتر. اذا السعه ديالو تبقى ما بين 15 وما بين 15 سنتيلتر وما بين 15 لتر. اذا الا خدينا 15 سنتيلتر بحال قلتي كتمثل لي 0.15 لتر، وهذا راه يعني راينا كبير شويه، ما يمكنش يهز ليا 15 سنتيلتر بوحديتها، غادي يهز كثر. اذا كتقدير، كقيمه تقديريه غادي ناخذ 15 لتر، 15 لتر. فيما يخص القنينه هذه، الا دينا 33 لتر هذه ممكنش تاخذ ليها 33 لتر. فيما يخص 33 ديسلتر، 33 ديسلتر كتمثل لي 3.3 لتر، ميمكنش هذا يعطيني 3 لتر، هذا ما غاديش يهز 3 لتر. اذا في التالي غتبقى 33 سنتيلتر. بحال دوك القنينات ديال الماء دوك الصغار كتلقى فيهم الكميه مكتوبه يا اما 25 سنتيلتر يا اما، وهذه انت تلقى فيها السعه ديالها مكتوبه 33 سنتيلتر. فيما يخص الاناء الاخير، اللي عندنا 8 ديكالتر، 8 ديكالتر ما يعادل 80 لتر، 80 لتر. وعندي هنا 8 لتر وعندي هنا 8 سنتيلتر، 8 سنتيلتر لبين نردو للإترو 0.08 سنتيلتر. فما يخص الإناء هذا، إلا قلنا إترو راه يلاه تقريبا غادي يهز لي هاد الحد هذا، هذا هو الإترو. إذا كقيمة تقريبية غادي ناخدو 8 ديكالتر، هذه هي السعة اللي غادي ناخدو فيما يخص هاد الإناء هذا. يعني كيبقى الاحتمال إذن ما بين هاد الجوج هادو، ما بين 8 إتر و 8 ديكالتر، ولكن 8 إتر في الغالب غتمثل ليا غير هاد النسبة هادي. إذن غنديرو 8 ديكالتر. إذن هنا نكونو سالينا التمارين ديال الصفحة 111. نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الموالي ديال الصفحة 112. وما تنساوش أنكم تدعمونا بلي لايك، راه لي لايك ناقصين شوية.
وتبارطاجيو لي فيديو مع صحابكم باش حتى هما يعني يستافدوا معانا اكثر. والسلام عليكم.